اتمنى من الله ان تكونوا بخير وصحه جيده. يا ريت بعد اذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ورموا برايك عشان يوصل لكم الجديد، ولانه فيكم باسعار ومواصفات هونداي اكسنتا ار بي موديل 2024 المجمعه محليا. تعد هونداي اكسنتا ار بي المجمعه محليا ويقدمها الوكيل المحلي بمصر خلال العام الجاري موديلات 2023 و2024، وحدثا من الطرازات التي تقدمها العلامة بمصر بخمس فئات من التجهيزات خلال يوليو الجاري. تبدأ أسعار أكسنتا آر بي موديل 2023 من 530 ألف جنيه ل 540 ألف جنيه للفئة الثانية، و 555 ألف جنيه للفئة الثالثة، والفئة الرابعة تقدم مقابل 570 ألف جنيه و 580 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا. أما موديل 2024 يقدم بسعر يبدأ من 549 ألف جنيه للفئة الأولى، و 559 ألف جنيه للفئة الثانية، و 574 ألف جنيه للفئة الثالثة، والفئة الرابعة تقدم مقابل 589 ألف جنيه و 599 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا. مواصفات هونداي أكسنتا آر بي التفصيلية. تنتمي هونداي أكسنتا آر بي إلى السيارات السيدان العالية، وتعمل بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن متر. يبلغ طول السيارة الكلي 4370 ملم، وعرضها 1705، وارتفاعها الإجمالي 1455، وارتفاعها الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية للشنطة 389 مترا مكعبا. تقف النسخة الأحدث من سيارة هونداي والسيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس من 15 إلى 16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزا. وعن تجهيزات الأمان في أكسنتا 2022، فهي مزودة بوسائد هوائية للساق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة الانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل ABD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية. تمتلك أكسنتا آر بي عددا كبيرا من الكماليات، على رأسها شاشة العرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، بشاشة التحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمسة قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي، ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات مثبت للسرعة، عجلة قيادة متعددة، المهام مخرج توصيل USB وUX، خاصية التوصيل للاسلكي بلوتوث. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار ومواصفات هونداي أكسنتا آر بي موديل 2024 المجمعة محليا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.